من الكرسي ما عم يتزحزح لازق في ايده الجردون، محاسس بالناس تعبانه ابو رقبه ولا هو هون. لذيذ لا غص بتلاقي اكلتنا والله لديون، نظامه من اصله فاسد حملنا هموم عالي هموم. من الكرسي ما عم يتزحزح لازق في ايده الجردون، محاسس بالناس تعبانه ابو رقبه ولا هو هون. بالرشوه بتصير وزير ولو كانت اجدب مجنون، ما حدا بيحكي ولا همسه مصيره فورا للسجون. هاي جيشه جيش ابو شحاطه بيعفش برد وصحون، هاي جيشه جيش ابو شحاطه ما بيخلي ولا شي بالكون، هاي جيشه جيش ابو شحاطه ما بيخلي ولا شي بالكون. لك شو هالورقه اللي حكى لي عليها ابو منذر؟ والله رعبني يا اخي رعبني. أكيد بدي راجع لي شي فرع أكيد. لك هدول بس يطلبوا الواحد ما بيطلبوا على الفاضي هيك. رحت فيها يا أب سعيد، لك ولي على قامتي أنا ولي على قامتي. لك أنا ليش هيك عم يصير معي؟ لك أنا من يوم يومي ببعد عن الشر وبغني له. ليكون هذا سعيد بعرفه ابني وبعرفه، مخبص له شي تخبيصة عم طلبوني لي. لك آخ آخ شو بده يحكي الواحد ليحكي؟ لك والله خايف اشي بيخوف. هدول الفوت اللي عندهم مو مثل الطلعة، يعني دخول الحمام مو مثل خروجه. هلأ اتذكرت اكيد هاي وقت كنا الصف سادس وطلعنا معسكر. ايه انا ما طلعت معهم. ايه مزبوط ما طلعت معهم. لا مو معقول مو معقول. مشان هيك لك تذكر عصر لي بخك. يا ترى شو بدهم مني؟ معقول وقت كنت الصف رابع وما دفعت النشاط؟ الله يسامحك يا ابي الله يسامحك ويرحمك. قلت لك عطيني الخمس ليرات، شو كنت خسرت لو عطيتني اياها؟ عجبك هلا بسبب خمس ليرات روحت ابنك فيها؟ ما بتوقع مشان هيك. والله ما عم بتذكر. لك شو مساوي انا؟ اخ لك وين رحتي وتركتيني يا ام سعيد؟ معقول وقت ضربت ابنه لهذا الضابط المسؤول؟ ايه تذكرت بالباحة ضربته كنا صف سابع. قولي اكيد هي ما في غيرها. اخ لك يا ريتني لا ضربته ولا شي. لك أنا شو دخلني؟ لك أنا شو دخلني؟ روحت حالك يا أب سعيد بشربة مي. إيه بس هذا الحكي أصل له أكتر من 20 سنة. لا أخي مو معقول. يا ربي شو بدهم مني؟ أخ. إيه هلأ عرفت ليش هدول بدهم يعني. هي أكيد وقت كان الصف عاشر ووزعوا علينا الأوراق مين بده ينتمي للحزب ومين ما بده ينتمي. إيه أنا بوقتها ما أخذت لا ورقة ولا كتبت شي. لك ليش هيك عملت بحالك يا أب سعيد؟ الله يسامحك على هالعملة اللي عملتها بحالك. كنت خود هالورقة وقتها لك وسجل إنك بطيخ مبسمير. لك شو كنت خسرت؟ لك هلأ شو بدك تعمل بحالك يا أب سعيد؟ آخ يا ابني يا سعيد راحت أمك وراح يروح أبوك وراها. بس كمان هي الشغلة أصلها زمان، يعني كانوا جابوني من زمان ما استنوا علي كل هالسنين. أكيد مو مشان هي أكيد. لكن مشان شو يا أب سعيد؟ لك تذكر منيح تذكر. لك معقول وقت كان عندي التاكسي وفتت بهديك الحارة الضيقة وبآخر الحارة فاتت الاستشن وهن نقلوا لرجع وأنا يبس راس وقلن الحق عليكم انتوا رجعوا؟ وين بدي ارجع لكم 20 متر هلأ وانتوا ما فتوا على الحارة مترين يعني أقرب؟ وقتها نزلوا الشباب من الاستشن وطلعوا فيني هديك التطليعة. لك من يوم يومك هيك عنيد هيك الله خالقك عنيد، بتحب تبهدل حالك. أكيد هدول اللي ما بيخافوا الله هن اللي هلأ تذكروني وطلبوني. شو بدك تساوي هلأ يا سعيد؟ لك والله راسي رح ينفجر يا جماعة. أخ.
شو يا ابو سعيد؟ اكيد هلا يا مونة هلا زكا ها لا لا مونة اكيد. طولوا بالكم يا جماعة طولوا بالكم، بس فهمني شو مساوي. هلا بالفرع بتعرف شو مساوي. طلع السيارة طلع. يستر اختك شو فرع ما فرع. طالعوه يلا نشوف. يا اخي يستر عرضك، بس اللي انا الشغل اللي مساويه يعني بنحبس لي شهر شهرين ثلاثة، فهمني انا عندي ولد. شهر شهرين ثلاثة قلت لي. الشغل اللي مساويها انت اقل شي فيها اعدام. ولي اعدام. طالعوه ولي طالعوه يلا نشوف. يا دام اكثر شيء سوء. اوه قلبي. انت بسعيد ولا والله اذا انت ولك شو ضربك الطراش؟ انت ابو سعيد ولا مو ابو سعيد؟ جاوبت شو؟ انا هو بصراحه لا انا هو بلا. ولك يعني بتعرف اذا اسمك ابو سعيد ولا مو ابو سعيد؟ بالله تخلي جسمك يصير دربكات. يلا نزلوا لي على تحت وبتخلوه يتذكر اسم جد 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 العاشر. فهمانين؟ بالله تخلي اسمك يصير ابو حزين يا ابو سعيد. اوه عليك يا ابو سعيد. وهي هي قصتي كلياتها. لك هلا هي هي قصتها. لك صار لك يومين صار على راسنا فيها. شد حيلك يا زلمه شبك. لك انت مستاوين بقصتي؟ مستاوين بقصتي هي؟ لك الشرطي قال لي برا انه في اعدام اقل شيء. قولي يا ابو سعيد راحت عليك. لك مجنون انت، مجنون شي لك ابو سعيد؟ شايف هدول المساجين؟ يعني شايف نصهم يا الواحد فيهم محكوم عليه اعدام او اعدامين مع ثلاثة مؤبد. قولي على قامتك يا ابو سعيد، حطوك مع اللي محكوم عليهم اعدام اعدامين؟ اصبح حكي العسكري مزبوط، اعدام راحت عليك يا ابو سعيد. ايه بقى شد لي حيلك ولا تحملها زياده. شو صار لك؟ والله انا يعني لك عم حاول شد قد ما فيني، بس ما عم ينشد معي. شو اسوي؟ اسمع لك اسمع احكي عم بسمع. انا قبل ما يفوتوني لهون قاتل لي شي 150 عسكري. يا لطيف. ايه وشلون من كان رايح من جملتهم من الافرع الامنية على مخابرات وسياسية وجوية واللذي منه. يا لطيف. وقاتل من الشرطة المدنية صدقني اكتر من 50 واحد. قولي شو قال؟ قاعد عليك يا ابو سعيد. هيك بتكون انت فايت بالجرم وانت مبسوط؟ يعني مبسوط وضميرك مرتاح. ايه بقى شد لي حيلك ولا تضحك علينا المساجين. لك والله يا اخي انا عم شد لك. نعم شد لك. تعال شد معي اذا بدك. تعال شو ابو سعيد الزفت وينه؟ ولي راحت عليك يا ابو سعيد. لك قوم ابو سعيد شبك ليكو عم يصح لك العسكري. قوم لك. اسكوت انت بركي في ابو سعيد تاني. شو بعرفك انت؟ اسكوت لك. انت ما انت ابو سعيد؟ ما لك سمعان ولا؟ شلون شافني بهلقت مجنون؟ طالع عندي. لك ليكني قايم. لك قوم ابو سعيد شبك. ساعدني يستر عرضك ساعدني. خليني واقف. عم اقول لك ضربنا دبابه وده. قوم شبك شغلتك ناكته. قوم ليكني. ها يلا طلع قدامي. يلا طلع. ما عم نادي لك. بس انا حابب اقول لك شغله صغيره واحده بس اسمحني اقول لك. قول خلصني يلا. يعني انه انتو تركتوا هدول اللي جوا المفجرين دبابات وقاتلين عناصر جايين تاخذوني تعدموني اول واحد. لك مو هن لازم اول شيء. شو هاد دبابات؟ هيك كان هدول جرم اكبر واحد فيهم مظاهره، يعني شغلته شهرين وبيطلع. مظاهره شهرين؟ الله لا يوفقنا الشف لي دمي بهالليلتين. ان شاء الله خليني ارجع موت واخنق. اخلص منه. لك اطلع قدامي. اطلع. الله لا يوفقك الهي. 150 عنصر وعشر دبابات. والله ما ساويت شي يا عطرة العسكري. قولي على عدتك يا سعيد. تفضل سيدي، هاد ابو سعيد تبع الاعدام. والله ما ساويت شي. لك انا ما ساويت شي.
اللي ما سويت شي لك يا مضبوط ما سويت بتحطوا لي على الخازوق تشوف يلا وي على الخازوق شو 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 بلا الخازوق بلا الخازوق شو 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 هاد وين انا الحمد لله الحمد لله يا ربي طلع منام الحمد لله يا ربي لك رح يحرق الجرس هاد شو صار له لك يلا جاي جاي شلون ابو منذر جاري بيطلع هو الضابط شلون السلام عليكم شبنا ابو سعيد لك هلا تركتك من منام جيت لهون لك انو منام شبك هيك الواحد بيستقبل ضيفه اهلين ابو منذر اخي اعطيني اعطيني الاستدعاء لشوف اعطيني لانو فرع بالدراجة اعطيني لك انو استدعاء عم تحكي عنه وانو فرع هاد اخي اعطيني الاستدعاء وين الورقة اللي حكيت اللي عنها هاتا لك شو صار لك ابو سعيد شو جنيت اخي انا جنيت اعطيني الاستدعاء احسن ما ارتكب جريمة قتل وارجع على السجن شرف وهي الورقة هات لشوف هات هاي الورقة لشوف وهلو فرع وين وين لك شو هاد لك ابو منذر شو هاد لك هاي فاتورة مي لك انت مخربط هاي الورقة اللي خبرتك عنها هاي اللي اعطوني اياها قال يا بتدفع يا بيطعوا عنك وهي سلمتك اياها باليد فاتورة مي لك ليش نحن عم نشوف المي بالاول لك ابو سعيد شو صار لك ابو سعيد ابو سعيد ابو عمر ابو احمد اسعاف اسعاف اوه من الكرسي ما عم يتزحزح لا شئ في ايده الجردون محاسس بالناس تعباني ابو رقبي ولا هو هون لذيذ لا غص بتلاقي اكلتنا والله لديون نظامه من اصله فاسد حملنا هموم عال هموم من الكرسي ما عم يتزحزح لا شئ في ايده الجردون محاسس بالناس تعباني ابو رقبي ولا هو هون بالرشوه بتصير وزير ولو كانت اجدب مجنون ما حدا بيحكي ولا همسه مصيره فورا للسجون هاي جيشو جيش ابو شحاطه بيعفش برد وصحون هاي جيشو جيش ابو شحاطه ما بيخلي ولا شي بالكون هاي جيشو جيش ابو شحاطه ما بيخلي ولا شي بالكون